يقول: والدي قرر حرمان البنات من الميراث وقال للذكور فقط، ما حكم ذلك؟ يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا ظلم والعياذ بالله. الله جل وعلا قال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. ولا يجوز أن يحرم أحد من ميراثه الذي شرعه الله له ولا يمنع منه. وفي الحديث: من منع ما وارثا من ميراثه، يعني معنى الحديث من منع وارثا من إرثه قطع الله ميراثه من الجنة. لا يجوز للإنسان أن يحرم من أعطاه الله عز وجل، بل يعطي الناس حقوقهم ولا يظلم، لا سيما النساء والمواريث، يعطيهن حقوقهن من الميراث الذي شرعه الله لهن.